السلام عليكم. في رسالة جات لي على القناة بتاعة اليوتيوب، هل تنفع تعمل شكل سداسي؟ وبعت لي صورة المبنى كده بفكر ان هو يعمله. طيب الشكل السداسي او الصورة اللي هو بعتها هقول له ان انا عايز ارسم ريفرنس بلان اهوت، ولازم اديله اسم وليكن ايه مثلا. وبعد كده هاجي هنا من الاركتكشر واقول له ان انا عايز اعمل موديل امبليس، واقول له خليها وول اوكي. وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم اكستروشن، واقول له ان انا هرسم على ريفرنس بلان ايه. فبيقول انت عايز ترسم في النورس او في الايرس، تمام. في الريفي بقى هوت، واقول له ان انا عايز ارسم شكل اوبرجن بالشكل دوت. ممكن بعد كده اقول له ان انا عايز اعمل اوفست للحاجه ديت يونت، خلي نفس الرقم دلوقتي. وبعد كده هقول له هنا يونت، واقول له خلي ده بالمليمتر اوكي اوكي واقول له اوفست بالشكل دوت اوكي. انا شايف 3D، طبعا نقدر نمده شوية كده فينش موديل، ممكن اقول له انا عايز كوبي من هنا لهنا ومن هنا لهنا بالشكل دوت زي ما كان جاي في الصورة اللي كانت موجودة. وطبعا نقدر نضيف أعمدة أو نقدر نقول له أركتكشر أنا عايز أضيف عمود مثلا أنا أعتقد يفضل إنها تكون أعمدة دائرية. من هنا لهنا موف. ممكن الاتنين دول نقول له اتاش لهنا، او ان احنا نشوف الارتفاع كام. لازم السكشن دي 1623 ودول مثلا هنقول دي اي 66 فيبقى عملنا بالشكل دوت. طيب لو احنا عايزين نسد الشكل من الناحية التانية، فاحنا ممكن نقول له architecture، نقول له component، نقول له model embrace، او نفس الفاميلي نفسها نقول له edit embrace، ونبدأ نرسم الجزء اللي جوه دوت. ممكن نقول له مثلا احنا عايزين نقول له set big align اوكي بكابلين ممكن نقول له احنا عايزين نرسم على ريفرنس A، ونقول له اكستروشن، ونقول له احنا عايزين مثلا اوكي تمام.
ودوت ممكن بقى نضيفه مثلا هنا بالشكل دوت. تمام، هنا ده اتحكم في الماس بتاعها من هنا، اعمله فينش موديل اقفلها لي بالشكل دوت. ان انا عايز اقفل الشكل دوت ممكن من الارتكشر واقول له ان انا عايز اعمل كومبوننت موديل امبليس، واروح قايل له ان انا عايز اقفلها مثلا على هيئة وول. اوكي، واروح قايل له ان انا عايز اعمل اكستروشن واقول له ست، واقول له خليها على الريفرنس اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، واقول له عايز اعملها من خلال الكليك الشكل دوت. اهوت، واقول له فينيش موديل بالشكل دوت. تقدر تضيف دور لو انت حابب.